بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اتبعه إلى يوم الدين. متابعيني ما شاء الله، أنا رقبت الرومية من فترة والحمد لله طلعت لي دول. هو مات منها كتير، وكمان في بيض باظ، وفي بيض أصلا ما كانش فيه كسر، يعني ما كانش متخصب، والحمد لله طلعوا لي دول. أنا كنت حاطة تحتها بيض فراخ، كان بيض فراخ من الديك اللي انا نزلته قبل كده وقلت لكم انا عايزه منه انتاج، فالحمد لله هم دول اللي طلعوا لي، وكم فرخ رومي تاني، في منهم اللي مات من جوه البيضه اللي انا برضو نزلت عنه فيديو قبل كده، وفي منهم اللي بعد ما طلع على طول مات، بس الحمد لله عرفت انقذ منهم اللي انقذه، وهي الحمد لله ده اول انتاج ليها والحمد لله. يعني نصيحة ماما ليا النهاردة ان انا حطيت لهم احط لهم اكل في حتة سمنة بلدي مع شوية عيش، وكمان هرست لهم البيضة. هاتي تعالي هاتي الاكل تعالي، هو ده الاكل ما شاء الله. بيض، وهي حتى وعيش، وهرساهم كلهم ماما بالسمنه البلدي. يعني هي دي الوصفه بتاعتها. انا مستغربه طبعا جدا معاكم ان الفراخ هتاكل سمنه بلدي، بس دي طبعا بتقول ماما ان احنا هم كانوا متعودين يربوا الرومي على كده، على الجبنه القريش، على الجبنه القريش وعلى السمنه البلدي. استني اسيبيهم عشان ياكلوا كده هيخافوا منك. معايا بنت اخويا يعني ما شاء الله هي معجبه بيهم لدرجه ان هي مش عايزه تسيبهم في حالهم، يعني شايفه هم كاشين منها وهي فرحانه بيهم قوي. اسمهم ايه دول؟ نونو. اسمه ايه؟ نونو. النونو فرحانه خالص يا بنون. طيب هو انا استنى لغايه ما يبتدوا ياكلوا عشان يشيلوا الخوف بتاع منهم. انا ما شاء الله دلوقتي حطيت معاهم الفرخين الكبار دول بس عشان ايه يساعدوهم على الاكل عشان ياكلوا. هو طبعا الفرخين دول ما ينفعش يا جماعه يقعدوا معاهم على طول، انا حطاهم بس كده عشان يساعدوهم على الاكل وخلاص انا هشيلهم على طول. في نهايه الفيديو عايزاكم تدعموني وما تنسوش الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.